Attends, mais il faut le mettre à l'endroit. Oui, c'est ça. Ouais, il est à l'endroit là. Devenir désormais la flamme de la nation. Mais la vie nous apprend que rien n'est jamais acquis définitivement et que vivre librement dans un pays en paix, c'est mieux chaque jour. Chacun de nous. نعيمة، معكم نعيمة مغير من الديار الفرنسية من تحت قوس النصر من باريس، رئيسة جمعية السفيرة التي هي من بين المنظمين لهذه الذكرى هذه الليلة وهذه سلسلة من مدة سنوات، ونحن كل سنة نحيي هذه الذكرى ترحما على جميع من ماتوا من أجل تحرير فرنسا.
في هذه السنة، يعني نحيي ذكرى 102 من الحرب العالمية الأولى، 75 سنة من الحرب العالمية الثانية، 64 سنة من استقلال المغرب، 59 سنة على وفاة صاحب الجلالة محمد الخامس الذي كان صديقا ومن الذين شجعوا المغاربة لتحرير فرنسا والدفاع عنها وعن حريتها. كذلك ذكرى 45 سنة للمسيرة الخضراء المضفرة، والذكرى 21 سنة لوفاة صاحب الجلالة الأب الروحي للمسيرة الخضراء وتحرير أقاليمنا الصحراوية، التي في نفس الوقت 21 ذكرى 21 سنة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. من قوس النصر نحيي كل قواتنا الملكية التي حررت وحققت انتصارات في كل المجالات لتطهير المملكة، وخصوصا معبر القرقرات مؤخرا من مرتزقة الجزائر ومن بلطجية بوليزاريو. ومن هنا كذلك ومن من هذا المكان الذي يحج إليه كل قادة العالم، نحيي البطولة ونحيي قواتنا المسلحة الملكية، ونحيي الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والجمارك وكل من يسهر على أمن وأمان الشعب المغربي الشهم. ومن هذا المكان من قوس النصر تنطلق جادة فيكتور هوغو، ونحيي 350 ألف متطوع في المسيرة الخضراء الذين كتبوا ملحمة المسيرة الخضراء التي أبدعها الحسن الثاني رحمه الله. ومن أجمل جادة تنطلق من هذا القوس جادة الشانزليزي، نبعث بأجمل التحيات لصاحب الجلالة ونتمنى له الصحة والعافية ودوام الصحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من قبيلة تيت حماد من ولاية قلميم من باب الصحراء. كنشكر الإخوان اليوم اللي حضروا معنا، وكنشكر جميع المغاربة من طنجة إلى القويرة، وكنقول عايشة للمغرب، عايشة محمد السادس في الصحراء المغربية ومغرب في الصحراء إلى الأبد. وحنا نقول دائما عايشة الملك والحمد لله والسلام عليكم.